الرحمن الرحيم صلاة والسلام على نبينا عليه وعلى نبينا المختار وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سيد الولي المحترم سيد فضل رئيس المجلس الشعبي الولائي سيد رئيس المجلس الشعبي البلدي سيد رئيس جامعة فرحة عباس سيد مدير المدرسة العليا للأساتذة السادة الوقت المرافق للسيد الوالي من سلطات عسكرية ومدنية الأسرة الإعلامية ممثلو الأساتذة والطلبة أبناء الطلبة زملائي الأساتذة مرحبا بكم جميعا في هذه المناسبة وشكرا جزيلا عن تلبية التعود افترقنا منذ حوالي شهرين ونصف في حفل اختتام السنة الجامعية 2014-2015 وكنت قد قدمت بالمناسبة أرقاما عن السنة الجامعية المنصرمة وبالتالي فلا داعي للتكرار الجديد ربما في هذه الأرقام هو ما كنا توقعنا في تلك الفترة أننا سنستقبل عددا استثنائيا من الطلبة وهو ما حدث حيث كان نصيب جامعتنا رسميا 6,400 طالب تقريبا 6,500 طالب ومع التحويلات الجارية حاليا نتوقع أن يتراوح العدد بين 7,400 و7,500 طالب جديد. إذن عنصر جديد أو جاء أيضا في ظروف استثنائية. هذا يدفعني إلى توجيه نداء. نداء للأسرة الجامعية بأكملها. نداء إلى زملائي الأساتذة. إلى أبنائي الطلبة. إلى إخواني العمال والموظفين نحتاج إلى تجنيد نحتاج إلى تعاون نحتاج إلى تعاون الجميع بما في ذلك الشركاء الاجتماعيين من نقابات من تنظيمات طلابية نحتاج إلى تعاون ونحتاج إلى وقفة في مثل هذه الظروف الخاصة عندما أتحدث عن عدد غير عادي من الطلبة فيجب أن نتعامل مع هذا العامل بإيجابية لأنه طاقات إضافية يجب أن تستثمر في عملية التنمية سواء التنمية المحلية أو التنمية الوطنية وأتذكر هنا
na subida a mão de Sitonga, na matala a ida de Sukiama Sim, melhor na Samã, ainda na subida a Kirta Yunkin, na Kitaim, na Kitaim, melhor, Kavin Maftur, Pal, Ledeia, melhor, aí, Sai, Elá. فبالتالي اعتقد ان مهمتنا هذه السنه وهي بدايه السنه الرابعه من عمر هذه الجامعه قد نحتاج الى لحظه تامل نحتاج الى وقفه إلى تقييم أدائنا كأسرة جامعية. ننتمي إلى وزارة اسمها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. هذا الاسم يحدد لنا الدور الأساسي للجامعة. التعليم أو تكوين وكذلك ترقية الفرد باعتبار أن الجامعة هي أعلى المؤسسات في هرم المؤسسات التعليمية دورها إذن الأول يتمثل في تكوين وترقية المعرفة للفرد الجزائري ودورها الثاني يتمثل في إنجاز الأبحاث العلمية التي يحتاجها التنمية الشاملة. هذان العنصران التنمية الإنسانية أو تكوين الفرد المتخصص الذي تحتاجه عملية التنمية إضافة إلى إنجاز أبحاث تشكل أساسا لتطور التنمية الشاملة هو الدور الأساسي للجامعة ونحتاج إلى وقفة تأمل برسم خارطة جديدة أو لوضع استراتيجية لكيفية تحقيق هذا الهدف. لا شك أن ذلك يتطلب إعادة النظر في كيفية تكوين الفرد المتخصص في مختلف المجالات التي تحتاجها التنمية وتحسين وكيفية تحسين هذا الأداء من جهة وكذلك إعادة توجيه سياسة البحث العلمي بما يخدم التنمية المحلية بدرجة أولى ومن ثم التنمية الوطنية. نحتاج إلى وسائل لتحقيق هذه الأهداف. نحتاج لترشيد استخدام الإمكانيات البشرية والإمكانيات المتاحة على مستوى الجامعة. ونحتاج إلى حكامة في التسيير بكل عناصره. من شفافية، من محاسبة، من ديمقراطية مشاركة.
مشاركة كثيرة. ولهذا قلت نحتاج إلى تعاون الجميع. ويمكن أن نؤدي بل يجب علينا أن نؤدي هذا الدور. فقد استثمرت الدولة مبالغ ضخمة في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي. لا يمكن لأي شخص مهما كان لونه السياسي، مهما كانت عقيدته، أن ينكر الإنجازات الضخمة التي تحققت في هذا المجال. أتذكر بالأمس في سنة 2000 كان مركز التكوين الإداري سابقا سيقا يضم 12,000 طالب. نقول 12,000 طالب. العلوم الاقتصادية، الحقوق، الطب بفروعه المنطقة. في مكان نعرفه جميعا. أتذكر طلبة الحقوق مثلا كانوا يدرسون المحاضرات بالمعهودة وبالحي الجامعي حشمي ويدرسون الأعمال التطبيقية في السياقة. في أحيان كثيرة لم يكن للطالب حتى الوقت لتناول وجبة الغداء، فهو متنقل بين 3 مناطق. نقارن اليوم في مدينتنا، والمقارنة تنطبق على كل المدن، كل الولايات الجزائرية. قطبين جامعيين، جامعتين، 28,000 مقعد للباس و 16 مقعد بالهضاء و 4,000 مقعد بالعلم. في ظرف قياسي كنت قد قدمت سنة 2000، أي منذ 10 سنوات تقريبا، ما يزيد عن 10 سنوات في عدد قليل. نحن الآن ما يقارب 60,000 طالب في جامعتنا. فلا يمكن لأي إمكان أن ينكر أو أن يجحد هذا الواقع. استثمار ضخم. حان الوقت الآن لجني نتائج هذا الاستثمار. علينا تحسين أدائنا. هذا العدد الضخم من الطلبة يحتاج منا كأساتذة إلى توجيهات، إلى مرافقة لتخليصه من هذه التبعية التي تعود عليه. فقد تعود أبناؤنا على التبعية لأبنائهم، لأبائهم في البيت، للمعلم، للمدرسة، وحتى في هذه الدروس الخصوصية، وللاعتماد على الأستاذ في الجامعة، وللاعتماد على الدولة في التوظيف وغيرها. يجب أن نخلص أبناءنا من هذه الإشكالية، من هذه التبعية. لقد استقبلنا أو لدينا طاقات جبارة، لدينا طاقات ناضجة عقليا متفتحة فكريا، تحتاج إلى توجيه، تحتاج إلى توجيه خاصة للاستفادة من هذه الإمكانيات للاعتماد على النفس بدرجة كبيرة. وربما هذه هي فلسفة النظام الجديد العالمي. لديكم وقت أطول، وقت
Tekbir, muqarnatan bil nizam as-sabiq al-klasik. لماذا؟ لتمكين الطالب من الاعتماد على نفسه. أنا خريج النظام الجديد أي الألمني ومن معاقله في بريطانيا. المحاضرة أتذكر كيف تؤدى المحاضرة. يعطي الأستاذ إشكالية المحاضرة، إشكالية الموضوع الذي سيدرسه في تلك المحاضرة، لأن لكل موضوع إشكاليات، ويوجه الطالب لكيفية التعامل مع هذه الإشكالية في وقت لا يتجاوز ربما 20 دقيقة، ثم بعد ذلك عملية توجيه الطالب لكيفية التعامل مع هذا الموضوع والمراجع التي يجب أن يعتمد عليها لدراسة تلك المحاضرة. طالب يخرج من المحاضرة مباشرة إلى المكتبة لفهم أو للتعامل مع المحاضرة التي تلقاها يحتاج إلى عدد كبير من المراجع أمامه يوجه لها الأستاذ ربما في كتاب معين يوجه إلى صفحة واحدة وفي كتاب آخر إلى 3 أو 4 صفحات وفي دورية أخرى متخصصة إلى كذا إلى إذن الطالب لديه من يرافقه ومن يوجهه لكن يعتمد على نفسه. الجامعة تلعب دورا في تكوين المعرفة لكن الجامعة ليست في التلقين حسب. الطالب لديه الإمكانيات للاعتماد على نفسه. يجب إذن أن نتولى هذا الدور. يجب أن نربي أبناءنا ميدانيا من خلال تفاعلنا مع المحيط بين النظر في الجامعة وبين المؤسسة في العمل لاكتساب معارف تخلصه من هذه التبعية وتمكنه من الاعتماد على نفسه. يمكن كذلك أن نستغل هذه الإمكانيات، هذه الطاقات البشرية، هذه التنمية الإنسانية إذا أحسننا التعامل أو إذا أحسننا أو إذا أدينا هذا الواجب كما يجب. فما يترتب عن ذلك؟ لدينا حاليا ما يقارب في هذه الجامعة فقط ما يقارب 4000 طالب في الماستر. بمعنى آخر لدي مشاريع 4000 بحث 4000 مذكرة. إذا وجهنا الطلبة لأداء أبحاث تخدم التنمية المحلية وتخدم التنمية الوطنية فهذا مكسب عظيم. وحتى الطالب الذي قد لا يوفق في النتائج قد يقدم لنا حلولا أو نصف حل. فإذا شخص المشكلة تشخيصا سليما مكن من جاء بعده من التصدي للمشكلة. ونعلم أن الأبحاث العلمية تعتمد على بعضها البعض. إذا وجهنا أبحاثنا العلمية في الجامعتين ولدينا عدد هائل 180 مسجل في الدكتوراه في هذه الجامعة وربما العدد الضعف في الجامعة الأخرى. لدينا في هذه الجامعة أكثر من 300 أستاذ من المشتركين في المخابر وفي مشاريع البحث. فلنتصور إذا وجهت هذه الأبحاث
أو غالبيتها لخدمة التنمية المحلية والتنمية الوطنية. الجامعة قد لا تقاس، وباستمرار ننظر إلى ترتيب عالمي للجامعات، فربما قياس مدى فعالية الجامعة، ربما المعيار الذي نحتاجه هو مدى مساهمة الجامعة في التنمية بمختلف أفقها، خاصة في مجال التنمية المحلية. فقد يطرح التساؤل، إذا كانت الجامعة قد أنجزت أبحاثا نظرية ونشرت في دوريات متخصصة ساهمت في ترقية مرتبة الجامعة بين الجامعات العالمية، ولكن دورها سلبي على المستوى المحلي أو المستوى الوطني. إذن نحتاج إلى هذا المؤشر، لأن إذا تكلمنا عن استراتيجية جديدة أو عن خارطة جديدة فقلت يجب أن يرتكز محورها بالدرجة الأولى على هذه المسألة، أي على دور الجامعة، مساهمة الجامعة في التنمية المحلية والوطنية الشاملة، وإن كانت التنمية الإنسانية أو التنمية الاقتصادية أو التنمية الاجتماعية والوطنية. قد يتساءل البعض منا ما هو الدور المنتظر منا في جامعة تضم في فروعها أو في أغلبها علوم إنسانية، وأقول أن الدور هام وهام جدا ويجب أن لا يستهان به، لأن عملية بناء الإنسان في حد ذاته ربما هي أهم عملية في التكوين وفي تحقيق التنمية. نحتاج إلى إنسان رشيد، وهو حجر الأساس في هذه العملية. الكثير من المشاكل نعيشها حاليا في مجتمعنا وتحتاج منا إلى علاج، تحتاج منا إلى تقديم حلول قد لا تفيد العلوم التطبيقية في حلها، فهناك تكامل بين هذه العلوم. ربما نحتاج إلى دراسة ظواهر قد اعتدنا عليها وتبدو لنا عادية، ولكن لزوارنا تبدو غريبة. مثلا قد نعبر عن غضبنا وعن مشاكل تافهة بأساليب غير مألوفة في دولنا، فنلجأ إلى قطع الطرقات. هذه الظاهرة تحتاج إلى دراسة، ظاهرة انتشرت لدينا تحتاج منا إلى دراسة. لماذا نكلف أنفسنا أكثر من طاقتنا؟ كل زائر ممكن تلفت الانتباه نتاعو هذه البنايات غير المكتملة، كأنها أو كم من المادة الحمراء ونترك حتى الحديد خارج من الصحن. الكثير من هذه المظاهر، لماذا بيوتنا كلها كل النوافذ بالحديد؟ لماذا هذه الظواهر؟ علاج مثل هذه المشاكل، علاج المشكلة الأساسية ربما التي أخرت التنمية في بلادنا، هذه الظاهرة الغريبة عنا التي نخرت المجتمع الجزائري في سنة العشرية الماضية، هذا العنف في أقصى مظاهره. لماذا نشأت؟ وكيف يمكن التعامل معها أو حل هذه الإشكالية؟ الكثير من النزاعات التي تعرفها الدول المتخلفة
سواء كان عرقية سواء كان عشائرية سواء كان عقائدية من الأخير العلوم الإنسانية هي التي تقدم مثل هذه العلوم بل المشاكل التكنولوجية تحتاج إلى العلوم الإنسانية لتقديم العلوم الجميع كلنا يدرك فوائد الإنترنت وكلنا يدرك مخاطر الإنترنت فمعالجة هذه المشاكل وغيرها الأداة التي يجب أن تستخدم هي هذه العلوم إذن باختصار الدور المنتظر منا ليس سهلا خاصة في ظل الظروف الظرفية التي نعيشها حاليا يجب أن نؤدي دورنا في عملية التنمية معذرة إذا أطلت